بلغ محمد حسنين هيكل مكانة صحفية لم يسبقه إليها أحد، لا بفضل الظرف الزمني الذي نشأ وعمل فيه فقط، وإنما لحرصه الدائم على بناء عقله وترسيخ مكونات شخصيته. كان أول ما تعلمه هيكل في عالم الصحافة عدم الاعتماد كلياً على ذاكرته في حفظ واسترجاع المعلومات، وهو درس تلقاه عن رئيس تحرير الإيجيبشن جازيت الذي نصحه بتدوين كل ما يسمعه ويراه. وعلى المستوى الشخصي والمهني كان هيكل يعتز بأستاذية محمد التبعي وفضله عليه، إذ تعلم منه الفصل الكامل بين العمل والعاطفة لضمان الموضوعية والنزاهة في الكتابة. وبحكم طبيعة العمل خاض هيكل الكثير من المعارك وشكك خصومه في مصداقية مضمون كتبه، فكان جاهزاً للرد عليهم بفضل ذخيرته من الوثائق والأدلة، إيماناً بالمبدأ الشهير سلامك الشخصي والمهني مرتبط بمعرفة الآخرين أنك قادر على المواجهة. ومن طقوس هيكل المهنية التزامه بالكتابة في ساعات النهار الأولى، مفضلاً الكتابة على ورق خال من السطور. أيضاً حرصه على الانعزال تماماً عن محيطه ساعة الكتابة، وإن تطلب الأمر رفع سماعة الهاتف. وكان من عاداته أن يحفظ أبياتاً من الشعر القديم يومياً لإثراء لغته الصحفية، كما اعتاد ممارسة الرياضة خصوصاً السباحة والغولف حتى أيامه الأخيرة، حفاظاً على نشاط جسمه ويقظة عقله. وكان هيكل يرى أن الصحافة هي أكثر مهنة تعلم الإنسان أهمية التوقيت، كما آمن بأن الصمت في مهنة الصحافة ضرورة للمراقبة والتأمل، وأن الخلاف في الرأي دليل على عافية وثراء أي حوار. لكل ذلك وأكثر استحق محمد حسنين هيكل الأستاذية بين تلاميذه ومحبيه.